والفرحة تخشى. حياكم الله من جديد واهلا وسهلا فيكم جميعا. الآن نستمر مع الدكتور فهد مطر ونسمع منه شيلة قبل نختم معه. قبل الشيلة أنا عاتب عليكم لأن ما فيه النخلة. وين النخلة؟ النخيل موجود بالمشتل اللي جنبنا قريب يعني. لا بس ترى بعيدين يا ابو ناس. احنا بالحديقة الحين. أول شيء أنا مسي على أميرنا أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، الدكتور فيصل بن مشعل، وحقيقة هو خير خلف لخير سلف، وللأمانة من الأمراء اللي محظوظين إحنا فيه صراحة. الحمد لله. بلا شك. الله يعافيه. الله يخليه. يعني سخر جهوده وتواضعه وبساطة، يعني والله ما أجي مجلس في المناطق الأخرى إلا يتكلمون في الأمير. لا شك. فمسي عليه بالخير. بالنسبة للتختيم أنا والله أني ودي طبعا إحنا أخذنا الكلام، ودي والله لو لبينا رغبات المتابعين، لكن عاد أخذونا الشباب في الكلام وفي سيرة ربما والله ما أدري هي تفيد ولا ما تفيد، لكن هو كلام الشيء بالشيء يذكر. لا شك. أنا بعطيكم الغربة. تفضل. دامها يعني إحنا صورناها في تركيا. نعم. وربما حقين بداية وهي للشاعر موجودة كليب على الشاعر الله يرحمه رشيد الزلامي من أفضل شعراء الجزيرة العربية، أسأل الله أن يرحمه بالجميل. يقول طبعا أنا والله ما هو بعذر، دائما ترى المنشد إذا اعتذر على المسرح وقال حلقي تعبان، أنا والله أنا من الناس اللي ينقد عليه، لكن سبحان الله بولينا يعني ضحكنا وبولينا. لا شك. يقول ألا يالله إني طالب من طاعتك ورضاك وعلم اللي يا ذكرى هل الخير نذكر به، أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. اليا ذعذع الغربي وحرك غصون الراك وناح الحمام وعالي الصوت يجهر به، تنهدت مثل المضرم اللي لقت تنباك تنهت صويب مونس لكزة الحربة. أجاوب حمام الورق يا لايمي عساك يحدك زمانك يا أمي ملا تبي قربة، دليل اللي أجيته خجول تعد خطاك تلزى وقلبك واهج النار يسعر به. ألا يا حمام الورق هيضتني بغناك مع الهم والغربال والبعد والغربة. ألا يا حمام الورق ما شفت ولا جاك ترى ينفع المهموم علم ابشر به عن الدار واهل الدار والسر ما يخفاك غريب تحداها الزمان وقلع سربه. من أول يجوز العذر للي يروح هناك وأنا اليوم ما لي عذر وش أتعذر به. ما شاء الله أداء وصوت ويعافيكم. احنا ودنا فيك والله لنهاية الجلسة بس بحكم انك اي نعم مستعجل والله تشرف لك ما يميز مع المتابعين تعيش القصيد ابو نايف يعيش القصيد. الله يعطيك العافية شرفتنا والله ببركة الساعات ويعذرنا الجمهور لأن والله يعني احنا تمنينا نجينا ونلبي كل الطلب. الله يحيينا فرصه سعيده والله زيارك مبروك الساعات. الله يسلمك. طبعا دائما اسمع الشيله اللي جيت اطلع على المره دي سمعته مباشره. الله يسلمك. شكرا يا اخي. الله يعطيك العافيه. الله يطول عمرك ويحييك. شكرا وياك. شكرا. يا اهلا وسهلا. ما
ما شاء الله والله متعنا والله متاع وابداع كله الدكتور فهد ما شاء الله متعنا جدا وابدع صراحه يعني ما بين لحن وصوت واداء انا قلت الكلمه يعني بنايف او فهد مطر اداء وتويعيش يعيش القصيدة الخبرة ترى لا لا الخبرة فارق بين انك تقول مثلا قصيدة او تنشدها مثلا نعم. وانت ما تعيشها صح فهد يعيشها والله ما شاء الله وهذا خليه يبدع تو اداؤه جميل ونبرة صوته وتقسيم النظرات وحتى المقامات ما شاء الله مبدع 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 بمعنى كلمة وهذا اللي اقول لك انا اقول لك الشخص اللي معاه شيء تصور انك تعيش بس انت بتعيش ولا الفجر يعني الحين مثل قدامك في فرق لا في فرق لا لا يعني على الريدز انت تعيش لا 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 فرق انك تقرا قصيدة يعني ايش معنى الفجر يا اخي احنا تجلس معنا نهاية الحلقة ولا بتنام الرسول صلى الله عليه وسلم نفرش ليك ربي تنام شكلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بورك لامتي في بكورها بكور يا اخي خير انت ما عندك تفكير وتدخل لا فرق في فرق بين البركه وفرق بين السواليف ايش؟ البركه لا صدق يا سلطان تسمح لنا نسال تويني انت شاعر؟ متى بدأت؟ متى بدأت بالشعر؟ هذا هكذا قيل لي ها؟ متى بدأت بالشعر؟ يعني بصراحة البداية الفعلية هو البداية الطقطقة أي عمر طقطقة إذا كانت الطقطقة يعني في أيام متوسطة لكن البداية الفعلية يعني بداية أيام الثانوية ولا أنسى الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لأبو سليمان لمحمد الضالع الظاهر إني عرفته معروف بمشواقه معروف المفروض إنه معنا إيه هو أول من مسك على يدي ما شاء الله ثم أن أشكر أيضا الشاعر الكبير المعروف شعر ريدة اللي هو أحمد الناصر الأحمد ما شاء الله أوه ما يحتاج أحمد الناصر كنت هي من الثانوية جايبين على أني كاتب من قصيدة وشوف شوف قال فهد مطر توه أسلوب التعامل صح جايبين قصيدة قصيدة يعني ما قصيدة لكن ها مسك القصيدة يا سلام هذه جميل من يعدل لي ها مبدع وهذه رائع لكن لو انت بدل هذه قال لي كذا صح طبعا ورقه انا جايبه يعني بخط قلم اسود او صوره نمرت البيت ولا كلها زرقاء يعني معدل لي هو كثير لكن بعد اعطاني معنويات بس عز الله انه مدرسه والله مدرسه لان تصور لو قال لي بالبدايه رحت الواحد انت جميل سؤالك رحت الواحد وكنت مثلهم متحمس بطلع تعرف الواحد ودي يطلع على طول ايه أوري بيت قال هذا مكسر أعوذ بالله توي مكسر هذا مرضرب أنت موري بيت شعر ولا بيت شعبي والله كنت موريته قال هذا مرضرب هذا مكسر هذا أنا ليش يعني في الشالك يعني إيه ها أنا ويا إيه يعني حطم جديفي يمين ترميمي لا لكن أنا الحمد لله وفقنا الله أني ثقة لا بدكم نفسك أكيد ولازم تعلم من أخطائك قلت له أنا قلت له يعني ما في بيت زين قال والله نحن ناظر قلت له طيب شنق بيت شنق بيت يعني المهم سويت حركه اللي هي جبت قصيده مهبلي قصيده مهبلي انا بختبره الان هو هذه حركه ولا سرقه؟ لا حلوه الصراحه في فرق بينهم جميل جبت قصيده مهبلي وجبت بيتين الاولات عشان بختبره هو اذا قال مكسر واذا هو مكسر وفعلا وريت القصيده قلت له يا اخي حولت بهذه وش رايك به؟ والله البيت الاول يبي له تعديل والبيت انا قلت والله فكرك اللي يبي له تعديل قلت المسامح احمد شوقي قلت القصيده ذي لفلان بكتاب فلان تحصله وجبت لك عقبه دليت انه ما عنده سالفه ما عنده سالفه طيب في سؤال ثاني طيب اترك هذا يسوي مسوي نفسه الله يذكره بالخير يعني انه عنتر زمانه طيب لقيت تحطيم شوف الشخص مثل ما قال بنايف تو في حساد شوف اذا انا لا لان انا ابيك تذكره لانه كل واحد يبدا بمسيره لازم يلاقي انا اقول لك اي عمل تكون بوت اول شيء بعد الاتكال على الله سبحانه اهم نقطه تتكل على الله ثم الثقه بالنفس لابد ان تثق بنفسك وانت تعلم انت دخلت مثلا مجال الاعلام سواء شعر شيلات مقدم اي شيء لازم تحط فكرك فيها ذلك وفي حساد وفي حساد لك واحيانا المفروض تصنع لك اعداء لا واحيانا اذا ما لك اعداء فانت ما انت بناجح صح اذا ما طلع لك اعداء متى اصلا متى تعتقد نفسك انك نجحت لما اشوف ناس لي اعداء فانت هذولا انا استفدت من الشيخ سلمان العوده وشيء مسيب الخير سبق رحت له بالبيت قال اذا انت تخشى الاعلام ها اذا انت تخشى الاعلام لا تطلع اذا تخشى النقد
لا تطلع صح. فاذا انت تخاف من النق لا عادي يجب ان تقول يعني انقد استفيد من النقد. لكن لما يجيك واحد يقول لك يا اخي ما تعرف ما بنا انا ما اعتبره اصلا هذا نقد. اذا كنت تخشى النقد فلا تفعل شيئا ولا تقول شيء ولا تكن شيئا. وخذ ما كنت شيء تنقد اي هي ومع ذلك تنقد لا خذ من شوف في فرق بين يجيك واحد مثلا يقول لك كذا وكذا والقصيدة كذا او الشعر او الشيء بالطريقه كذا ويعطيك ايجابيات ويعطيك سلبيات هذا نقد بناء تستفيد منه. لكن لما يجيك واحد يقول لك يا اخي ما تعرف مثل اللي جال انا اقدر اقول للمكان هذا مو بزين صح. دكتور فهد توي يقول جلبي واحد على انه ناصح وهو يبي ما يبي يعني يجيك واحد يقول لك انت تركت تفشل نفسك انت لازم تركت صح ترك. اذا ما وضعت بعد اتكال على الله واكرر الكلمه دي لاي شخص اتكال على الله ثم تطرح ثقه بنفسك نعم تطرح انا اقول قصيده اذكر قلت بيت قصيده قلت انا طموحي يا عرب دائما فوق فوق لهمة من همتي طاح جسمي جسمي ما همني لو قال والناس مطفوق مطفوق هذه عروقي ذي طموحي ودمي دمي اطراف ثوبي ما ادري والله بهضوق او هي وسيع يا عرب قلت ما ادري الله ولو طاح مني بالمرافيق وسو شي ثمين ما نظرته وعدي لازم تطرح لازم تحط بنفسك الثقه صح لسانك لكن اتوقع ثواني انا من وجهه نظر عندنا النقد البنا افضل من المدح بشكل كبير اكيد المدح احيانا يقتلك كثير يعني صراحه المدح احيانا او دائما يكون مجامله صحيح لا يضيعك اغلب المدح ودائما سبحان الله دائما الله يوفقه والاخوان والام وذا لا يضرك هذا سبحان الله العظيم مجامله مجاملة هذه تظهر هذه تولي اللي تتكلمت انا قلت الرحمة اللي تظهر صح فانا لو اقول انت ما مثلك وانت انت لا قلت لك ما مثلك معناته ان وضعك اللي انت موجود فيه الان وبعض الناس يعتقد معناته انك وصلت القمة لا يجب ان تقول انا يجب ان اصل الى افضل صح انا لازم عندي اخطاء لازم الواحد يحاسب نفسه طبعا وبعدين الناقد يحاسب نفسه المفروض يعني يرى هل انا فعلا صحيح الشيء ذا هل ممكن يكون الشيء ذا لكن اللي بيمشي يناظر فلان وياخذ فلان مثل مثل تاوي يقول ذاك ترك دراسه بترك انا لا الصغيرين لا تركهم زين حتى لو كذا حتى في ناس في ناس حتى وكذا بدا مشروع صح فلان فشل انا لا صح الى مشكله انا اقول لك اللي قلتها ثواني تاو مشكله انه بعض الناس يحاول يصير بينتقد زين بس ما يعرف ينتقد يعني يجيك يخسف بشيل بك يصبحك انا اقول شيء انواع الناس بالنقد انواع الناس بالنقد واحد ناقد حاقد صح ما يسمى ناقد هذا حاقد هذا انسى على طول على طول ناقد حاسد ما بناقد ناقد ثاني ما بحاقد ولا بحاسد لكن وشو حقاني لا ولا بحقاني يدور الزلة لا ولا يدور الزلة يعني بليش تختار يلا لا يبين اني انا اعرف منك ايه يعني ممكن انا اقول يا سلطان انا الصح انت مثلا تقدم اقول لك يا سلطان يا اخي التقديم يبيله المفروض تسوي شو اقول لك كلمه دي انت المفروض تسوي كذا وانت يا احمد تسوي كذا ها ابين لك ها ايوه يعني ما اقدر انقذ لاني ما اعرف اصلا انقذ لاني ما وصلت لدرجك مثلا فانا ببين لك اني انا اعرف ايوه هذه من درجات النقد ثم ياتي بعد او ذي اللي هو النقد البناء البناء هذه ايجابيات وهذه سلبيات الايجابيات كذا وكذا وكذا والسلبيات كذا وكذا وكذا هذا تستفيد منه ممتاز هذا اللي تستفيد طيب جميل جميل طيب اقول لك فالواحد كويس انه اذا كان ما يبخس للشيء يا اخي ادعي له اقل شيء يقول الله يوفقك صح بس احيانا ترى يقولون اللي يكبر منك على نفس السنه في بعض الناس مثل ما قالوا يعني مهما كبرت ما دام انه اكبر منك يا انك مهما سويت وانت وش دكتور طيار ضابط هو انا هم يذكرك وانت صغير يخبرك حقك صغير صح انت كبير ما يقتنع بك ابد صح يا اخي الالبوم ثوينيات انا طلعت قبل فتره يا هلا اهلا ومرحبا يا هلا والله الممثل صلاح العندي حياك الله يا هلا والله بالنجم القدير هلا حبيبي اهلا وسهلا يلا المنشد والشيخ بركه
عبد الله مهيان. يا هلا والله. يا هلا والله. يا هلا والله. يا الله. اخبار الشباب؟ اموركم؟ هلا ابو عبد الله حبيبنا. هلا هلا الله يحييك. اموركم؟ تمام. صاير المكان. تفضل تفضل يا شباب. رحنا شلونكم؟ يا مرحبا. عبد الله. اخبار الشباب؟ هلا والله. اخبارك؟ هلا والله. اخباركم؟ مش اخبارك؟ الحمد لله بخير نعمة. طيبين. عرفت المصير.